أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم في نواكشوط على اختتام أعمال مشروع التكوين والدعم في مجال قطاع المواني وقد مكن هذا المشروع من تكوين أكثر من 180 من عمال الموانئ الموريتانية في مختلف التخصصات المرفئية مشروع أرشيب لاغو في دوب موريتانيا يختتم دوراته التكوينية لصالح 180 من عمال الموانئ الموريتانيين في مختلف التخصصات المرفعية من مشغل الرافعات إلى عمال الشحن والتفريغ وعمال الرصيف يختتمها بتسليم الإفادات المتعلقة بهذا التكوين لصالح هؤلاء العمال وياتي هذا التكوين تجسيدا لاراده غرفه التجاره والصناعه والزراعه الموريتانيه لمزيد من الاسهام في تنفيذ السياسه الوطنيه في مجال التكوين الفني والمهني نظرا لموقعها الاستراتيجي في نظام المؤسسات الموريتانيه وعلى مسافه واحده بين المقاولات وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نيانغ مومادو بين في كلمته ان الحفله الختاميه لمشروع فيدوب موريتانيا باشراف في غرفه التجاره والزراعه في موريتانيا بالشراكه مع غرفه التجاره والصناعه في مرسيليا اكسب المشاركين فيه خبرات كبيره في مجال الخدمات المنائيه المختلفه مؤكدا ان هذا المشروع ممول من طرف الاتحاد الاوروبي بوصفه جزء من برنامج ارشيبلاغو المتمثل في التدريب والدعم والاندماج في المجال المينائي وهي ثلاث ركائز لسياسة الوزارة وبالفعل فإن القطاع نفذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني الرامية إلى التوظيف والتوظيف الذاتي الذي يستهدف فئات تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 55 عاما بما في ذلك نسبة لا تقل عن 30% من النساء حيث تم دمج 7000 شخص من خلال الأعمال الحرة وكلف ذلك غلافا ماليا بلغ 6 مليارات أوقية كما سيتم خلق 6000 وظيفة اخرى رئيس غرفه التجاره والصناعه والزراعه الموريتانيه ابرز في كلمته ان الغرفه تهدف الى تعزيز التكامل المهني خدمه لتطوير الحركه الاقتصاديه للبلاد. لقد جاء مشروع فيدوب موريتانيا نتيجه لشراكه قويه بين غرفتنا ونظيرتها غرفه مارسيليا وبالتعاون الوثيق مع اتحاديه الخدمات بالاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين. للمساهمة بفعالية في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في محاربة بطالة الشباب والحد من تأثيراتها السلبية على الدولة والمجتمع. وذلك من خلال نقل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، ويتميز المشروع بأنه الأول من نوعه في مجال الأعمال المنائية بموريتانيا. الأمر الذي يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في السياقات الجديدة التي يفرضها الاقتصاد النفط والغاز. ولا تقف أهمية قطاع الموانع على استراتيجيته بالنسبة لموريتانيا وجيرانها غير الساحليين فقط بل تتعدى ذلك إلى لعب أدوار تكميلية فيما يتعلق بالشركاء الاقتصاديين والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بدوره رئيس اتحادية الخدمات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد الوالد ألقى كلمة شكر فيها المشروع وما قام به من جهود أفضت إلى تكوين الحملة في مجالات مهمة تخدم عملهم اليومية وتطور نمو الاقتصاد الوطني وفي كلمتيهما اشار نائب غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمرسيليا السيد فريدريك رونالد والسيدة ان فرانسوازا راديفيس المكلفه بمهمه بالاتحاد الاوروبي اشار الى اهميه هذا التكوين الذي سيسهم في تعزيز قدرات العاملين في الميناء واكسابهم معرفه تقنيه في عملهم الميداني واكدا حرصهما على المضي قدما في تنويع وتطوير هذا التعاون ليشمل اكبر عدد ممكن. هذا وتابع الحضور فيلما وثائقيا تناول اوجه التعاون القائم بين غرفه التجاره والصناعه والزراعه الموريتانيه ونظرتها في مرسيليا واتحاديه الخدمات وميناء نواكشوط المستقل حيث قدمت شهادات حيه اشادت بمستوى المعلومات الفنيه والتقنيه التي استفاد منها عمال وغطر ميناء نواكشوط. المستقل يعقوب اللصوفي الموريتانيه